إذا كنا فعلا لم نلتقط رسائل الأرض بعد، فعلينا الذهاب إلى أبعد نقطة وصل إليها الإنسان شمالا. ربما نظن أنه مشهد ثابت أشبه بلوحة فنية منذ اكتشافه في القرن 18. الحقيقة هي أننا نخسر من الجليد البحري في القطب الشمالي بمعدل 13% تقريبا كل عقد. أقدم وأسمك جليد هنا انخفض في 3 عقود بنسبة صادمة جداً، بلغت 95%. القضية ليست مستجدة، أليس كذلك؟ لا نعي الخطر جيداً بالطبع على المدن الجافة وإن كنا في المقلب الآخر من الأرض، لكن ماذا عن موجة الحر الحالية؟ نعم، تأثر بها أيضاً القطب الشمالي، وقد تتسبب في ذوبان نحو 27 مليون كيلومتر مكعب من جليد القطب الجنوبي. كارثة حقيقية إضافية بحسب لجنة مناخ الأمم المتحدة. ونحن بالأساس على موعد خطر، 2050، ليس بعيداً بحسابات الأرض، لن يكون هناك جليد. نعم، لا ثلوج تكسو هذه الجبال. والآن لا أتحدث عن جمالية المشهد، الكوكب كله في خطر، ولن تستثني جوانب التأثير لا الطبيعة ولا البشر ولا أي كائنات أخرى. في الحقيقة لن يكون أمام بعض الكائنات ومن بينها البشر سوى خيارين، إما التكيف أو الموت، الغرق. تتحدث الإحصائيات عن ارتفاع متوسط مستوى سطح البحر بنحو 17 سنتيمتراً، والنتيجة الفيضانات الساحلية والعواصف ستتفاقم، ومدن ساحلية وشعوب الجزر الصغيرة ستدفع الثمن. الميثان المخزن في جليد القطب الشمالي أحد الغازات الدفيئة التي تساهم بشكل مباشر في تغير المناخ سيخرج، وعندها سيزداد معدل الاحترار، وسندور في حلقة مفرغة. الاحترار يتسبب في ذوبان مزيد من الجليد والتربة الصقيعية، ويعني المزيد من الميثان، ومن ثم المزيد من الذوبان، وهكذا. ثلاجة العالم إذن ببابيها الشمالي والجنوبي كما يطلق عليها العلماء ستفاقم موجات الحر. ربما ندرك أخيراً أن القطب الشمالي ليس بعيداً.